ان شاء الله ربنا يبارك لكم وييسر لكم. عايزه اقول يعني من اهم خمس رسائل دول او خمس اهداف دي من تكتيكات سياده الرئيس الموجه لتحيا مصر، يكون التمويل دايما داعم للشباب وفرص العمل، لان هي دي احسن طريقه لتحسين معيشه الأسرة المصرية. ومبروك عليكم وربنا يبارك لكم ويوفقكم إن شاء الله دائما. وطبعا أنا سعيدة إن أنا بعمل مع زي ما بتقول عندي زي ما بتقول فعلا، وأنت رايح قول لي هنزل لك على طول. فأنا كنت حريصة إن أنا أكون معاكم هنا، وطبعا الأخت العزيزة نبيل، وطبعا يعني السعداء سيادة اللواء محمد أمين معانا مشرفنا وداعمنا دايما وحريص دايما ان احنا مش بس ان احنا نوجه الفلوس للمشاريع، ولكن الان ازاي ان